على المستوى الإدارة الفنية يعني كروش كمان بيرسل الرسائل باللغة العربية اللي طبعا موجه قبل مواجهة طبعا مصر للسنغال على موقع تويتر، وبيقول ما بين قوسين كده، ودايما عندنا يعني هو متواصل دايما على السوشيال ميديا، بيقول شباب مصر جاهزون للشوط الثاني، نحن نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا، لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر العظيم. كمان أضاف إن احنا كلنا ثقة لأننا نسعى إلى أسمى شيء وقد نراه قريبا، نعلم أننا نمتلك القدرة على فعلها لكوننا على أتم الجاهزية لخوض مباراة عظيمة وتقديم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري. لكم التوفيق يا شباب مصر. وطبعا ده كارلوس كيروش. خلينا أخد من التويتة ديت جزئين مهمين جدا جدا. هو بيتكلم على التيم سبيريت، أو يعني بيتكلم على الروح الفريق، وبيتكلم على التيم وورك، الأداء الجماعي، أو يعني بنتكلم، أو كروش دايما بيتكلم على الجماعية في الأداء، إن احنا تيم عندنا إصرار، وفريق مصر عنده لعيبة مميزة جدا على رأسهم محمد صلاح، ولكن يأتي الحماس والإصرار من خلال التويتات اللي بينزلها كروش، بتبعث روح من الثقة كمان للاعبين. خلينا نتكلم بكل أمانة، وهو واضح جدا من خلال أداؤه مع منتخب مصر إنه بيركز على الأداء الجماعي. كلنا نمتلك ونعرف إن احنا بنمتلك أفضل لعيب في العالم محمد صلاح، ولكن زي ما بقول لحضراتكم الكلام ده قلته من فترات طويلة جدا جدا. لعيب الكورة ولعيب فرد ضمن مجموعة، ما يقدرش محمد صلاح يعمل كل حاجة، مستحيل، ما فيش حد بيعمل كل حاجة حتى لو كان أحسن لعيب في العالم. المجموعة اللي حوالين محمد صلاح كلها مجموعة مميزة، كلها لعيبة على مستوى عالي جدا جدا. فبقول إن هذه المجموعة وضمنها محمد صلاح أحسن لعيب في العالم، قادرين إن شاء الله. يعني خلينا نتكلم بكل أمانة، كل الناس بتتكلم إن المنتخب السنغالي الأفضل فنيا، أنا معاكم إن المنتخب السنغالي الأفضل فنيا على مستوى الأفراد، الأفضل على مستوى الأندية اللي بيلعب لها هو الأفضل، ولكن مش لازم يكون الأفضل فنيا هو البطل. في مواقف كتيرة جدا جدا مرت على تاريخ الكرة المصرية بتقول إن روح المصريين، إصرار المصريين، عزيمتهم بتتغلب في أحيان كثيرة جدا جدا على منتخبات كبيرة. أنا عصرت الكلام ده من خلال وجودنا في كأس العالم هولندا 90، وكنا بنلاعب أفضل فريق في العالم هولندا الحائز على بطولة كأس الأمم الأوروبية 88، وكل عناصر التوب بلاير في العالم كله كانوا بيلعبوا أمام المنتخب الهولندي. قدرنا نعمل مباراة جيدة جدا على المستوى الفني وعلى مستوى النتيجة. نتكلم كمان على مباراة كبيرة زي مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الجزائري 89. منتخب الجزائر كان من أقوى المنتخبات الأفريقية، لعيبة ونجوم كبار جدا جدا، قدرنا كمان نحقق الفوز على المنتخب الجزائري. فعايز أقول لأولادنا، قلوبنا معاكو ودعواتنا معاكو، لكن أنت كمان لازم تؤمن بنفسك، تؤمن أن أنت إن شاء الله بكرة هتحقق الحلم اللي كلنا بنحلمه. ده مهم جدا انك تامن بده، انك وانت كده قاعد على السرير وبتحلم ان بكره الماتش تشوف الدقيقه 90 واحنا فرحانين بعد الحكم ما يصفر، تشوف الحاجات الايجابيه، تشوف ازاي ان محمد صلاح وكل اللعيبه بتجري عليه بتهنيه بالهدف اللي هيجيبه، ونقول ان احنا عشنا الاجواء ديت على مر التاريخ. انا عشت الاجواء دي على مر التاريخ، ان احنا قبل المباريات المهمه ضروري جدا انك تحلم ايجابي. مش مطلوب ان اللعيب يحلم بيخاف ان ربنا يستر اول دقيقه ما يجيبوش فينا جون، ده احنا لو جه فينا جون في الدقيقه الاولى او في الشوط الاولاني لا الدنيا لا 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 لا، التفكير ده مش مطلوب ابدا. العكس هو المطلوب، التفكير العكس المطلوب، انك تفكر لا ان شاء الله ده احنا ان شاء الله بكره هنضغط وهنجيب جون، ان محمد صلاح يجيب جون، ان مرموش يجيب جون، ان تريزيجيه يجيب جون، ان عمرو السوليه من بره يشوط الكوره ويروح داخله في الجون، ان احنا نشوف الصوره بعد 90 دقيقه ومصطفى غربال بيصفر نهايه المباراه، ازاي كلنا بنحضن بعض عشان احنا نكون وصلنا لكاس العالم. هو ده المفروض اللعيبه تفكر فيه دلوقتي، مع طبعا الجاهزيه الفنيه، ما بقولش دوت يكفي، انا بقول دوت مع الجاهزيه الفنيه، انك بتحترم الفريق السنغالي، انك بتلتزم بالتعليمات الفنيه بشكل
كبير جدا في خلال التسعين دقيقة، لكن صدقوني اللي بقول لحضراتكم عليه ده أنا عشته وأجيال كتيرة جدا عاشته، إنك في المباريات الفاصلة ديت إنك تحلم بالبطولة وإن يكون تفكيرك إيجابي وإنت نازل الملعب وإنت بتسخن وإنت نازل الاستاد، هي دي الصورة اللي قدامك. الصورة اللي قدامك إن اللعيبة اللي بره اللي قاعدين على الدكة بيجروا عشان يحضنوك عشان أنت اللي جبت الجون، كل لعيب يفكر إن أنا في آخر دقيقة إن أنا بجيب جون النصر، ده دي روح المطلوبة. الخط الدفاع يفكر إزاي إن محدش يعدي، إن كل كرة طويلة أو كرة عالية إحنا اللي واخدينها، بنشيل من جو من قدام أي حد، بنطلع وبنكلم بعض بشكل كويس، لازم يكون كلام في الملعب. كل اللعيبة كباتن الفرقة بكرة، مش محمد صلاح بس، كل لعيبة منتخب مصر هم بكرة كباتن الفريق، بداية من الشناوي لغاية صلاح، وكل اللي موجودين بيتكلموا مع بعض ويشدوا من أزر بعض، وخاصة في الأوقات الصعبة. في أوقات صدقوني المباراة 90 دقيقة، ولا منتخب السنغال هيقدر يستحوذ 90 دقيقة ويهاجمك 90 دقيقة، ولا منتخب مصر يقدر يعمل كده. مباراة كرة القدم فيها الكيرف، 10 دقايق ليك 10 دقايق عليا، ربع ساعة بستحوذ وبجيب فرص، وربع ساعة لا أنا بدافع بشكل كويس. النقطة المهمة في الحالة ديت إنك خلال وإنت عالي جدا ومستحوذ وعندك قدرة على خلق الفرص إنك تجيب جول، إنك تجيب جول. الناحية التانية في الوقت اللي إنت فريق السنغال متفوق فيه وبيضغط فيه بكل شراسة ما يجيش فيها جول. هما دول النقطتين اللي إن شاء الله لو بكرة أديناهم إن شاء الله نكسب المباراة. في حالة لو إنت مستحوذ فريق السنغال بدأ يتوتر شوية وحسيت إنك راكب الماتش وبتخلق فرص، هات جون في الوقت ده. وفي الناحية التانية لما فريق السنغال وده متوقع هيضغط من أول دقيقة وهيخلق فرص و و و ما يجيش فينا جون. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب.